سيداتي وسادتي، مرحبا بكم معنا في برنامجكم مستالجيا الذي يستضيف اليوم أحد الوجوه، بل أحد الحناجر التي حنحنت وصدحت في مدينة ما جاورهما، الأستاذ الذي كان سباقا إلى أسلوب البوب المغربي والهيب هوب الغرناطي والبكبوكة الجبلية إلى آخره. إنه الأستاذ والفنان كبور سانديكا. سي كبور، مرحبا بك. طيب، أول سؤال كيتبادر الذهن هو فلسفتك في الغناء، ما هي فلسفتك في الغناء؟ أنا واحد السيد كيحترم نفسه، ملي تيقول لي راسي غني كنغني، ملي تيقول لي الجمهور حبس كنحبس. يا حبذا لو تقولي لنا على الهيب هوب ديال زمان، كيفاش كان الهيب هوب في زمان؟ إيوا، أنا أول واحد اللي عمل البوب المغربي بالعود الإلكتريكي. وعلاش أستاذ توقفتي على العزف على العود الإلكترونيكي ولا؟ من نهار ضربني الضو تريسينتي. إيه، كنا في واحد السهرة ديال الديفيلي ديال الاستعراض، وكنت كنغني ديك الأغنية ديال دموع التبروري، ولا كيف كتقول سميرة الفيزازي التباويو البارد أستاذ هذاك. إيوا، ما تدوس لك خير واحد جيبة في واحد ضايا، ما يطير لك داك المغير على داك العود ديالي ويطلع تشدني الضو ضربك. إيه، وليت كنغزل في بلاستي وكنتويستي، وليت طالق غوتة وحدة، والناس كتصفق وما راجي كيصور، هو تكى عليا الحاج الكونغو الطريري الله يرحمه. الله يا ودي، الحاج الكونغو الطريري راه باقي على قيد الحياة. ما قالهاش ليا. إيوا، معليش. إيه، تكى عليا، قال ليا يا سلام يا أستاذ، عملتي أطول موال في التاريخ البشرية، وأنا ما وقفت حتى طيح شي واحد المكانة ودرت في الأرض الدرف. الدرف يعني يا أستاذ تحتي على راسك على كيبان. إيه، أنا فايت طيح على راسي. باينة أستاذ، باينة. كيفاش اللقاء ديالك مع شارل أزنافور؟ يعني هو شارلو أزنافور، أنا تنغني في واحد الصالة بحال هكايا، هو يبان لي قالس. قالس قاعد وانا تنغني بالإمارة هذيك الأغنية ديال مولات الكوباس اللي عندها الجوبة. الله، ايه، هذيك كانوا حطوا الطوات ورعاد خرجتك. لا والله ما عطى داك الشيء ديال سمع. لا لا، ايوا، انا شفته قلت لهم هاد الأغنية في خاطر شارلو أزنافور سيك، هو ناض تزنق تزنق خدو حمار حاشاك أستاذ. إيه، ولكن ما بان شاي، يعني ذاك الحمورية ما بان شاي، قال نقوله لأنه وكان باقي الشاب، كان باقي نواري بلون، راه كانت فرنسا كلها نواري بلون، علاش يسحاب ليك انت؟ راه كان تاجا بومبيدو هو اللي خرج القانون ديال الألوان الطبيعية، لا لوا تكنيكولور، وخرج العكار إجباري للعيالات، وخرج الزعورية إجبارية للرجالة. ونقول لك أنا حصل على ذاك الوقت. طيب أستاذ، يعني واش حقيقي أنك كنت عملتي واحد ضجة في شي دويتو عملتيه مع المطربة كوكب الشرق كوكب الغرب إيديت بياف؟ شكون قالها لك؟ الأرشيف أستاذ، الأرشيف اللي كيتحدث. واحد اللي فعل هذاك الأرشيف، قلت له ما يقولها شي على ما حال. الحكاية سيدي ديال إيديت، هي كان عندها واحد الكريمة ديال الكار كيعمل مارسي ليون مولاي إبراهيم، سميتو سريع واتزم. شوف دابا هادي ايديت بياف. بالصدفه هادوك الناس اللي منظمين لي الجولة هكا في فرنسا خداو لي هذاك الكار كورسا. شكون اللي كان جبرو عامل الشوفور داك الوقت؟ ايديت بياف، مارسيل سيردون. هو كان عنده واحد القهيوه في الدار البيضاء، وقفنا فيها، بقينا خباط 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 خباط، ها المسمن ها الملاوي، وصلنا لك الاولمبيا مع الوقت بيلا. استاذ اسمح لي الا قطعت فمك بالسمن والعسل، ولكن ما حكيتيش لينا على القصه. ايوا، انا جاي واخا، انا دخلت للخشبات المسرح وكنجبر الجمهور صلاه على النبي والزغاريت على ما حال، بديت داك الموال ديال الرطاله المراكشيه. الله، يا سلام استاذ. يا الروطالة يا البجا من تحت نقاف تبان الفلجة. يا زمان هذاك، الروعة الروعة الروعة. ايه، طلعت في ذاك المواد كنسمع شي صويت يردد معايا اللازمة، تلفت شكون اللي تنجبر؟ مارسيل سيردون.
شابة إيديت بياف كتغني معايا الروطالة المراكشية في الميكروفون ديال البوق. أستاذ أنت قنبال؟ إيه قنبولة عملنا، قنبولة بالرقص والعزف والغناء والناس كذا يعني. وهي كان كيمشي لها مسكينة الميزان وكردها هكا، وكيمشي لها هكا وكردها يعني، كان عاون شي شوية مع ما مسانسى شي بربع المقام، ما مسانسى شي بربع المقام ديالنا هما مولفين غير بداك التروكار. إيه خاصة داك فيرنونديز، فيرنونديل فيرنونديز هذاك اللي مثل في داك الفيلم قول انت يا اش كيقولوا له، فيه راه فيه الحليب فيه شويه الزبده كاع. اي لو بريزوني اي لا فاش فول، هذيك راه كانت دارت هذيك البقره دات واحد الجائزه ديال الاوسكاريه على هذاك الدور ديالها في الاخر، وخرجت لك واحد المولاي السيدي فيه 8 ديال القطاع كلهم سمن، ولكن تلات بها ليا كانت مشات لندن واحد الحاله جاها الحماق، ولات لايحه الهضوره ديالها بالسنقه والفراقش ديالها لايحاهم جمعهم غير هذاك الفرناتشي ديال جيمس براون غنى بهم ذاك الكليب ذاك ساعه دار دجا في ذاك باري ماتش نول ذاك الكليب ديال I feel good. تسطات مسكينه. استاذ واش متيقن ان البقره هي اللي تسطات ماشي شي واحد اخر؟ وعلى رقبتي. طيب اش من سنه كان هذا الغناء وهذا؟ 56. 1956 استاذ راك انت في القاهره عندي هنا ماشي في فرنسا. طيب اش من سنه كان هذا الغناء وهذا؟ 56. 1956 استاذ راك انت في القاهره عندي هنا ماشي في فرنسا. لا هذيك انا كنت مشيت غير دشنت هذاك السينما الاوبرا ديال القاهره، طلبوا لي واحد المطوله عندي فيها جوج الاشواط. جوج الاشواط؟ ايه الميطال الاولى كنغنيها وتيخرج الجمهور يعمل بوكاديوس فيه شويه ديال الحرور مع هذوك التوانسه ديال القاهره عزيز عليهم الهريسه. نعم. وكيرجعوا ولا قالوا لي هاي شباب عملنا الريبيتيسيون الاغنيه هذه حلوه زاد، كنعمل لهم الدوزيام ميطا. اما لا قالوا لي هذيك ايه يا الواش ما يدان حاسبك قدام ربي يا شادلي سيدي جورج بوشنا يا حبيبي لازم تسمع الكلام هذا يا زرزيس وبنياته الله الله من المالوف يقولوا قلبي عند الشادلي سيدي راموني اللي غيروا من شهلولة بنت باب السويقة الله يا شادلي. كان شادلي الله ضرب ليهم بيلانتي من هنا ومشات قالوا حبسوا من هنا. طيب استاذ باش سالات يعني القطعه ديالك باش كانت كملات بالبيلانتيات؟ نعم معليش المطوله او الملحمه اللي كنت عملتي يا حبذا تفكرنا في العنوان ديالها لان ما العنوان. العنوان وي 330 تجزئه الحديوي سيدي معروف الدار البيضاء. استاذ الدار عنوان ديال دارنا شي، بغينا العنوان ديال القطعه الا جازك بخير. كيسال البلار مرايه تحت الكرمه وتليفون الطوموبيل طوطوط يا الوريده دكيني في مهراز الحب. هادو الكلمات العنوان؟ لا هذا العنوان نقول لك الكلمات. لا بلاش يا استاذ ما بلاش، نقول لك هي المطلع ديالي. لا استاذ الله يجازيك بخير الا طلعتي ما باقيش غتهبط. يا خيار انت تعرف. طيب سيداتي وسادتي نبقاو مع هذا الارشيف الغنائي ونعود بعد هنيها. الارشيف كاين هنا جا ما قالها لياش. سكر القلب محلى يا سادتي هرسو بكاس البلار ديال حياتي الوزن الصافي الكاغد زراق قمشة بيضة سكر بالله كان زوج بيه كان عزي بيه كان دخل بيه وكان زوج بيه أنا نعزي بيه أنا ندخل بيه حزان وفراح حزان وفراح حزان وفراح حزان وفراح قلب سكر محمح. أستاذ بعد الأرشيف والماضي ما هو جديد أستاذ؟ واحد القصيدة باقا سخونة عجل الصباح يالله كنت كنتسناك وكتبتها يالله غنلحنها وانت تجي. جميلة أستاذ. ايه نقراها عليك. ها هي. حبيبي يا داجين جراح قلبي يا بطادين كبيدة يا الحبيب
عيونك جويجة فردقولي جيبي يا الظالم راك عارف اش عملتي. قلتي انا اللي بديت وانت اللي جبتي. عقل فيها واخا هاهي الى بقات فيك راني بحالك المسمومة. وبالإمارة داك النهار تلاقينا في لابيسين وقلتي لي حدي لي الفوطه نمشي نشري بولو وحديتها لك ومشيتي وما رجعتي. راه باقا عندي الفوطه في الدار. اغنيه الله يدينا في الضو، هاد الاغنيه فين يمكن لينا نصلفوا اللحن ديالها؟ الله يدينا في الضو. على الضو، الضو مينور، وكان نجي للحجاز وكان تبت في الاخر دائما على دومي طون طون ولا الحرور على حسب الذوق. اما اللي عملتي فيه واحد مولاتي الصول ماجور، يا سلام لذيذة. استاذ الغناء عندك الاخ مغدي، الاخ مغدد استاذ. ننتقلوا استاذ للسؤال الطيب. المهم نطيب لخويا، نطيب ليك اشنو خصك يعني بالنسبه للجيل الجديد؟ صلصه صلصه، كتشب الحوت كتشب الحوت، فريت طوماط فريت طوماط، صلصه صلصه فريت بالمايونيز. استاذ راه واش شنو واش ده حال محلابه ولا صناك ولا كتغني؟ غير قول لي. لا هذه راه الاغنيه الخفيفه ديال هذه راه اونبورتي. هذه انا نسخن لخويا شي فيديو كليب دابا، نعمل لك واحد نكرافي لك واحد الهامبرغر ماكسي فلافل. سيدتي وسادتي شهية طيبة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. أستاذ ما لقاش عندك شي بيتزا ولا شي لعيبة هكا؟ كاين البطبوط